كلمه العمل الصالح دي كلمه واسعه قوي، كان نفسنا تتحدد عشان نبقى عارفين ايه العمل الصالح. انا هساعدكم. بصوا يا جماعه، مكونات العمل الصالح 4 حاجات: عباده، عمل خير، صله رحم، شغل عند ربنا، تاخد بايد انسان. الاربعه دول هم مكونات العمل الصالح. لو انت قدرت في العشر الاوائل من ذي الحجه تعمل المنظومه دي، الرباعيه دي، قمه الاحسان. ما من ايام العمل الصالح تعرف تحافظ في العشر ايام دول انك جايب الاربعه دول. الاربعه دول بقى النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعملهم في العشر ايام، فانت هتبقى زي النبي في العشر ايام بالملي لو انت عملت الاربعه دول. طب قول لي بدقه، يعني حط لي برنامج للعشر ايام، اكتب معايا. 1، احنا قلنا اول حاجه عباده، هنعمل ايه في العباده؟ العباده جواها، النبي كان بيصوم التسع ايام الاوائل، يعني زي النبي بالظبط، النبي كان بيصوم التسع على الايام الاوائل او بعضهم، بس اكيد يوم عرفه طبعا لانه بيكفر سنه ماضيه وسنه قادمه، فصوم يوم او اثنين او التسعه حسب انت وقدراتك، بس في صيام ان شاء الله يوم عرفه بس. ادي 1. 2، قيام ليل، النبي كان بيحافظ جدا على قيام الليل في الايام دول. 3، بيحافظ على ورد ذكر، لازم يذكر الله كثيرا اكتر من الايام العاديه في العشر ايام دول. 4، دعاء مستمر لانها ايام اجابه يقينا، بالذات يوم عرفه لا يرد دعاؤه، حاجه غير عاديه. يبقى دي 4. طيب 5 حاجه هنعملها: صدقه كل يوم. 6 حاجه صله رحم، تليفون، بر. 7 حاجه والاخيره: خد بايد انسان لربنا، ان شاء الله تقول له الكلمتين اللي احنا قلناهم النهارده دول. لو عملت السبعه دول والله انت زي سنة النبي بالظبط في العشر الأوائل. شكلك كده هتحج السنة الجاية إن شاء الله بإذن الله، شكلك هتجيبها. خلي بالكوا الصحابة في المدينة قعدوا 10 سنين نفسهم يحجوا، ما حجوش إلا آخر سنة قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. طب وال8 سنين اللي فاتوا؟ العشر أيام زي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظبط، لدرجة إن بعض الصحابة بيقولوا كنا نعد هذه الأيام العشرة لحجة مع رسول الله. أنا بقى بحلم أحج حجة زي النبي صلى الله عليه وسلم، بإن أنا بعبد ربنا في العشر أيام دول زي النبي صلى الله عليه وسلم. ده برنامجنا، دي الفكرة اللي احنا عايزين نعملها. كتبت البرنامج العبادي، اتفقنا هنعمل إيه؟